بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اليوم صباحا يوم 24 من شهر مبارك، شهر رمضان سنة 1439 هجري، اليوم الثامن من شهر يونيو سنة 2018. والوقت الآن تقريبا نصف ساعة أو أكثر من بعد الشروق، ونحاول نقرب إلى الشمس. أو ملاحظة، اليوم 23 في البلاد العربية والإسلامية ما عدا تركيا، لأنه إحنا هون في أمريكا بدأنا، كذلك مع تركيا بدأنا قبل الدول العربية مثل السعودية ومصر وبقية الشرق الأوسط. فالآن أنا أنظر إلى الشمس، سبحان الله، ممكن تقول إن الشعاع يعني ما في يعني شعاع شديد، ولكن قادر أنظر إليه سبحان الله. ربما، والله أعلم، أن اليوم ليلة، يعني صباحا ليلة القدر، والله أعلم. إن شاء الله. بالنسبة للأمس ما سجلنا لأنه كان في غيم، اللي كانت صباحة 23 عندنا، سبحان الله، ممكن هذه كانت ليلة القدر. أهم شيء أن كل واحد، يعني كما قال العلماء، ليس مهم أن تعرف متى كانت ليلة القدر، أهم شيء أن تقوم ليلة القدر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك روى عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. فإذا واحد صلى صلاة التراويح بعد، يعني مباشرة بعد صلاة العشاء، أو رجع يصلي صلاة التهجد مع الإمام، إن شاء الله تتكتب له قيام ليلة. وكذلك أهم شيء صلاة الفرائض، صلي العشاء والفجر في جماعة. فاللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.